الشروط ديال المسجد هو الكمامه والزربيه ديال الصلاه ولي ساشي ديال الحذاء والكرسي. الناس اللي ما كيقدوش يصليو يسجدوا يجيبوا معاهم كرسي. اقسم بالله العظيم ما عمري في حياتي شعرت بحال هذا الشعور. راه جاي وكنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كما تشوف جموع المصلين وشادين الصف، عمرنا في الحياه ديالنا ما شدينا الصف بحال هكذا. الحمد لله كل شيء استبشر خير بهذا القرار هذا ديال فتح المساجد، والعقبه ان شاء الله لصلاه الجمعه وصلاه العيد يا رب العالمين، وهنيئا لجميع المسلمين. هذا فضل الله عز وجل، ثم فضل بعد الناس يعني المسؤولين ان فتحوا لنا هذا الباب. هذا هو باب شريف من الابواب التي الله عز وجل اوجب علينا، هي الصلوات الخمس. والحمد لله شعور يعني لا يوصف صراحه. يعني بضع اشهر انسان محروم من هذه الصلاه يعني في المسجد مع الجماعه، فصلاه المسجد مع الجماعه لا توصف كالصلاه المنفرد في البيت. يعني الشعور يعني الحمد لله. وثم فضل يعود لولاة الأمور، وأسأل الله عز وجل أن يجازيهم خير الجزاء على هذه البادرة الطيبة. نشكر الله تعالى اللي وفقنا حتى رجعنا للمسجد نصليو ونذكر الله تعالى ونثنيو على هاد السلطات وهاد الناس اللي مكلفين، الله يجازيهم بخير. هذه 4 شهور ما جيناش حنا، ما عمرنا جينا للجوامع. إيوا اليوم إن شاء الله راه سيدي ربي يدير الدول الخير باش نصليو إن شاء الله. الشعور ديالي أنا كنشوف راسي تحرمنا من المسجد واحد المده طويله، وهاد الاجراءات واخا شويه معقده نحاولوا نتعايشوا مع الموقف ونحترموا النظام. واش غادي نقول لك، تكون كورونا ما تكونش ماشي مشكل، ان للبيت رب يحميه، وهذا الرب اللي كيحمي البيت غادي يحمي المصلين. والسلام.